البارح بعض الإخوة لما أنني تكلمت على القانون وحنا لابد أن نلتزم بالقانون، ربما البعض لم يعجبه الحال انسحبوا، ولكن بعد ذلك رجعوا استأنفنا الحديث واتفقنا على يوم دراسي وخرجنا من بعد وتوافقنا. فما يمكنش غنشجعوا الاستثمار هذا اللي رجعت فيه، ولكن لابد لهذا الاستثمار أن يكون منتجا وأن يكون مشغلا وأن يكون ملتزما بالبيئة وأن يكون عنده أثر على المستوى المحلي، والحمد لله ما وقع حتى شي مشكل. فالناس ركزوا على الانسحاب ولم يركزوا على الاستئناف وعلى على الاتفاق على المستوى